الكثير من العلماء والمخترعين والناجحين اتهمهم الناس بالجنون والغباء، لكنهم آمنوا بقدراتهم ولم يوقفهم كلام الناس فغيروا العالم. إن الجنون والتمرد على القوانين والتفكير خارج الصدور هي من تغير العالم وتطوره كل يوم. أيها الواقع في الطب، اعمل بكل طاقتك ولا تفكر فيما سيقوله الآخرين عنك، فبعد وفاتك لن يتذكر الناس كيف كنت وسيما أو كريما، أو كم عدد الذين اتهموك بالفشل والجنون. لن يتذكروا منك إلا ما تخلده في صفحات التاريخ ليفيد الأجيال القادمة. أيها الواقع في الطب، قد تتعب شهرا أو شهرين أو حتى سنة كاملة، لكن التعب يزول والإنجاز يبقى. ستواجه امتحانك وستعلن انتصارك، ستفخر بنفسك وتحقق أحلامك. حدد أولوياتك واستخلص المعلومات المهمة التي تفيدك غدا. الفارق الأساسي بين الطالب المتفوق والطالب العادي هي الدراسة بذكاء وتحديد المعلومات المهمة. يتحقق النجاح فقط عندما تتوقف عن انتظار اللحظات والأوقات المناسبة وتستفيد بأقصى حد من اللحظات الحالية. عيش اللحظة واستغلها في سبيل نجاحك، ولا تنتظر الوقت المناسب، لأنه لن يأتي إن لم تصنعه أنت بنفسك. عندما تؤمن بنفسك وتثق بقدراتك وتبتعد عن مقارنة نفسك مع من حولك، هنا سيبدأ طريقك نحو النجاح والصعود إلى القمة شيئا فشيئا. كن لنفسك أكبر قوة، لا تنطفئ بسبب خيبة أو هزيمة أو حتى لضياع حلمك. لا تحصر فكرك في الظلام والأبواب التي أغلقت في وجهك. لا تعبر طريقا لم تحسب فيه خطواتك. عالج نقاط ضعفك، يوجد فيك ما تتميز به عن غيرك. هناك إبداع يكون في أعمالك، أنت من تقدر أن تتجاوز انكساراتك. خلقت لتضيء عالمك، لا تنسى أن الله معك. لا تحزن، وإن استهزأوا بك فاعلم لقد استهزأوا بهذا الرجل بسبب قصر قامته، لكنه أدهشهم حين أصبح أهم جراح العالم. إنه الجراح ميخيل إين. رفضت كلية الطب قبوله عدة مرات بقصر قامته، والآن استشاري جراحة عظام أطفال بجونز هوبكنز. لذلك لا تجعل طموحاتك بسيطة ولا أهدافك عقيمة، فالطموح والإبداع لا حدود له. كل يوم هو بداية جديدة، خذ نفسا عميقا وابتسم وابدأ من جديد. أنت لا تعيش حلمك فقط، أنت تعيش حلم آلاف المرضى، آلاف الناس الذين سيهرعون بأحبابهم إليك لتمنحهم أسباب الشفاء. فاصبر واحتسب.